ايه بقول لك، هي انا فاكر في موقف يعني ممكن احكي لك بسرعه هي قد ايه هي دقيقه. فماما حامل قبل التصوير بيومين كلموني في شكل استاذه ليلى عايزاك. قلت لها ايه في ايه وبتاع، والاستاذه احنا بعيد، انا في مكان وهي بعيد عني حوالي 70 كيلو. فايه خدت العربيه ورايح انقذ الموقف لان فاضل يومين وهنصور، فانا مش واخد على كده الحقيقه يعني. فروحت ففتحنا سكريبت، قالت لي هنا بقول ايه، ممكن اقول ليه، هنا بقول نعم ممكن، حاجات بقى يعني شوف قد ايه الدقه. قلت لها يا استاذه انت ليلى علوي، مين اللي انت عايزاه؟